ما بين مؤيد ورافض واجهت منصة بلغ الخاصة بالمحتويات الهابطة ردود فعل واسعة، فما بين ما يرى البعض أن هذه المحتويات استهداف للعادات والتقاليد يعدها الآخر حرية شخصية. انتشرت كالنار في الهشيم فيديوهات هابطة ذات محتوى أشبه بأن يكون استهدافا لعادات وتقاليد المجتمع العراقي. امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المحتويات، فلم يتبقى على الحكومة العراقية إلا اتخاذ الإجراءات القانونية بإطلاق منصة بلغ للحد من انتشارها. بدأت بأعمالها فواجهت انتقادات ما بين مؤيد ومعارض لاعتقال المسيئين للدولة وما بين اعتقال أصحابي. المحتويات الهابطة اعطيها تخطي او اعطيها بلوك عمود اتخلص منها، يعني اطلع للمشاهد اللي وراها. فهو محتوى فاشل، محتوى هابط وما يليق بينا كمجتمع يعني مثقف. بس يعتمد على المتابع، هو المتابع خليه يثقف نفسه انه مجرد من يشوف محتوى هابط مجرد يقول له غير مهتم، هذا المحتوى بعد ما يظهر قدامه هذا المحتوى، ومثل ما عندنا منصة بلغ يقدر يبلغ على اي محتوى ما يعجبه. أكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، أرقام توزعت ما بين اختلاف هذه المواقع، لكنها تركزت في رواد القاعات الإلكترونية التي بات أصحابها يعملون على تقليل ساعات الإنترنت في هذه المراكز والاعتماد على زيادة وعي ثقافة رياضة الإلكترونية للابتعاد عن تصفحهم في مختلف المواقع. يعني احنا بصورة عامة نقدر عن طريق الراوتر نسوي بلوك الكوما شغلات، اوكي، من ضمن ذني الاشياء ان هاي مثلا وسائل التواصل الاجتماعي هنا نقدر نسوي لها حظر عن طريق الدي ان اس سيرفر، اوكي، نقدر ناخذ سيرفر معينه تكون بي محذوفه كل المحتويات الهابطه المرغوب بها، او نقدر نضيف لهم اضافات كم اهماتين انه تنحذف او ما تكون او تكون مقيده. تحارب المحتويات الهابطه بضغطه زر واحده أو حظرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتخلص من الفيديوهات غير المرغوب بها والمسيئة إلى المجتمع العراقي. زيد الشهيب، أرابعة، بابل.